Fahima Maroc. Chronométreur officiel Marion Kenneth. Entraîneur Nasser Lalawi. International en 2010. Champion WBC latino. Première reprise. بفضل تعبت 26 عام كارير بتاع بوكس الحمد لله وما زيت بطولة عالم أول مرة تصير في تونس فهمت بطولة عالم بوكس أنجلي الحمد لله كل الناس كل في معناها معايا في جرتي عاونوني وبالفضل لهم زاده وساندوني ونشكر الناس الكل والبطولة هذه نادال تونس.